بالنسبة لدياك هو مؤتمر قادة القوات الجوية، حيث يجتمع فيه قادة القوات الجوية من معظم أنحاء العالم يتناقشون حول أفضل الحلول في إيجاد الحلول للحروب المستقبلية القادمة. لذلك في هذا المؤتمر يبحث قادة القوات الجوية مع شركائهم الاستراتيجيين من شركات عن أفضل السبل للتغلب على هذه الجماعات الإرهابية. وكل عامين في معرض دبي للطيران نجتمع مع قادة القوات الجوية لإيجاد الحلول المناسبة. معرض دبي للطيران عادة يحضر فيه ما يقارب 30 إلى 40 قائد قوات جوية. كل عام تقوم الدول بعقد مؤتمرات مثل هذه، اجتماع قادة القوات الجوية في دولة الإمارات هو الأقوى والأكثر حضوراً من جميع أنحاء العالم.